طيب، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للرجال. ايه للرجال، مأمنة دي؟ يا مأمنة للست، يا مأمنة، نحن عندنا يا مأمنة للرجال، يا مأمنة للمي بالغربال. ما عندنا كده بقى. بالمصري قولي انت، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. في الغربال، ايه رأيك في المثل ده؟ ممكن يبقى فيه جزء من الصح، او جزء كبير من الصح. كاملة؟ لربما كله صح. ممكن. اللي بعده، جات الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح. انت تصبر، يمكن في يوم من الايام يبقى لها مطرح، ما تقلقش يعني. فين؟ في اي حته. اكيد هيبقى لها مطرح في حته، تصبر بس. عندك قدر الصبر؟ طبعا. وتحمل؟ طبعا. وري جوزك دمعتك ولا توريه لقمتك؟ ولا توريه ايه؟ لقمتك. يعني ايه لقمتك؟ رزقتك. دمعتك؟ اه. مش سمعتي هيدا المثل؟ مش سامعة المثل ده؟ ها؟ لا مش. ما توريش جوزك دمعتك. وري جوزك دمعتك ولا توريش لقمتك. لقمتك اللي هي طبخها ولا لقمتك اللي هي لقمتك، لقمة العيش بتاعتك، رزقك يعني. يعني تخبي عنه. صح. ممكن. الست ليها شخصية مالية مستقلة يعني. يعني مش لازم بمعنى تخبي يعني، بس ما كمان راجل يقعد يسألها ده ايه وبكام وفين ورحتي وبنت. كتير يعني. لا، لانه في كتير شخصيات كمان بتكون طمعانه بالفلوس، طمعانه برزق شريكته. ممكن. الرجال بيجهل بعد الخمسين، مظبوط سلوى؟ بايه؟ بيجهل جهلة بعد الخمسين. جهلة؟ ايه؟ يعني لا. بيصير يرغب بالصبايا الأصغر منه، بيصير ممكن، ما دي أزمة منتصف العمر بقى. ممكن. وممكن لا، وفي رجاله عاديه بيمروا بالمرحله دي وبيعدوها، وفي رجاله لا بيتصابوا. الا وبرده ده يبقى صعب جدا لو اصغر كتير في السن وحصل بينهم قصه حب، يعني هي حبيته وهو حبها، يعني ده ممكن يحصل مش كتير. انما يعني السن عليه عامل، هتلاقي نفسك مش نفس الافكار، مش نفس حتى الباور بتاع ال 25، ما ينفعش يتلاقى مع مثلا 50 سنه. صعب. ممكن يحصل هالشيء نفسه مع الست بعمر ال 50؟ اكيد طبعا. طبعا يعني برضو هتبقى لازم تفكر انه يبقى في حاجات مناسبه. لو لقيت ده في السن الصغير خير وبركه يعني، مش ما تقولش لا طبعا. تمام، ما تعوف شيء. ابدا لا. طيب، رح ننتقل هلا الى اجواء موسيقيه. ايه رايك؟ يا سلام. يلا رح نسمع انا وياك بعض المقاطع الموسيقيه، وقولي لي اذا هالاغنيه بتفكرك في حاجه او مرحله معينه. يلا. حلوة قوي واحساسها حلو قوي طبعا. كمان بس ملهاش يعني، الاغنيه ملهاش حاجه عندي يعني، ملناش حاجه لا عند كارول ولا كارول لها حاجه عندنا. شفتي انت عايزه تنكر؟ حسيت كده. طب ما تكملي. لا ما يعني حكايه ارتباط الاغاني بحاجات كده، لكن صدقيني انت لما بتحسي، انا بعمل كده طبعا، لما بحس لما بسمع اغنيه انا بعيش مع نفسي حاله كده، ببقى عندي شجن، عندي فاهمه، مش لازم اكون عايشه قصه حب، لكن بحس بكل جمله بتتقال. وطبعا اكيد انا فنانه بقى لازم عندي احساس يعني. فولا انت ايه رايك؟ لا ما بعرف. انت اللي تقولي، خليني اسمع الاحساس. مش باين عليا ان عندي احساس كتير جدا. ليه يا رغده؟ مش لا يعني كلك احساس، مش شايفه الاحساس اللي فيا؟ مش شايفه الاحساس اللي فيا؟ والله شايفه. خلينا نسمع اللي بعدها. ممكن حاجه فيها جراح والم. يعني ممكن تسيبني يعني. طبعا. اصل واذا هو مش عاوز يسيب.
يعني ايه مش عاوز؟ مش عاوز يسيب. في رجاله بتبقى مش عاوزه تسيب. امال ايه مزاجه مثلا يعني؟ مش حاجه اسمها كده. هنسمع الحاجه اللي بعدك. سكه السلامه. ايوه. مريت بالحاله دي؟ اكيد يعني كلنا ما بنمشي بنقول سكه السلامه كده. وممكن تقولي له حوريك؟ لا حواريك ما اشغلش دماغي بحواريكو. يعني حواريك ايه يعني؟ انا برضو دايما اتكلم على يعني تجاربي انا. كل علاقه ليها بتقول تختلف من شخصيه للتانيه. انا بالنسبه لي انه يعني افضل محافظه على نفسي واني ما اخليش الحكايه دي تمشيني في اتجاهات مش كويسه وابقى ست كئيبه ومكتئبه ومش عارفه احقق نفسي لمجرد علاقه انتهت. لا انا ما احبش اكون الشخصيه دي. يا اللي بعدها انت قلتي له انا كتير عليك. لا ما بحبش ال يعني انا حتى في لغه الاغاني وبحس انها اتغيرت قوي انه بقى فيه هوريك وهعمل مش عارفه فيك ايه وهتهاول هتهاول ما سمعتش الكلام يعني تهديد كتير برضو يعني. فانا كتير عليك يعني المعنى نفسه يعني ما حدش بيحب حد بيحس ان هو كتير عليه حتى لو سابه. هنسمع الاغنيه الاخيره يلا. ست الستات سافرتنا للنجوم. طبعا ربنا يخليها لكم ويخليها يا رب طول بعمرها. عندك حنين لمين؟ لا عندي حنين لناس كتيرة قوي كده. لمين؟ لمين عاطفة ولا مين ايه؟ لا بمعنى إيه؟ العاطفة الحب الإحساس بهالمعنى. لا ما عنديش لكن ممكن أعيش في حالة يعني لو سمعت الأغنية دي يبقى يعني صوت فيروز بيعيشك في حالة شجن وحب حتى لو انت ما بتحبيش بتعيش الحالة اكتر من تكوني فيها. انا اعيش اي حالة انا عايزة اسمع مطرب اقول اللي هو بيغني لي انا وخلاص. ايه ما سمعت كلام حلو خلاص سبيشال لإلي. ايوه طبعا. شو كانت مواصفات فتى احلامك لما كنت بعمر المراهقة؟ كيف كنت تتخيلي؟ كل وحدة منا كان عندها على اوضتها معلقة صورة ترسم مجلة لا في طبعا حدا. احنا حبينا كل النجوم بتوع السينما والبتاع ويا ريت هو ده حبيبي والجو ده. بس كان عندي حاجة غريبة جدا وهي يعني كنت أقول إيه طول الوقت أنا مش عايزة قصة حب عادية يعني مش عايزة قصة إنه حبيت واحد وجوزني لا لازم يبقى فيها معاناة ويبقى فيها ما. ده تفكيري تحقق لك شيء ربنا كتب لك اتمنيتها ولقيت مواصفاته كيف كانت غير الحاله كيف كنت تتخيلي برضو يعني بشكل طبعا رومانسي كده بقى اللي هو فارس الاحلام اللي هيجي يفهمني وبتاع ويهتم بيا ويبقى واخد باله مني وافكار كده